نحن اليوم في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جل جلال الله جعل الله عز وجل نفس الإنسان للإنسان أن يبذل الجهد في نفسه أن تكون منقادة لأمر الله وأن تكون مطيعة لله سبحانه. فإذا النفس خالفت أمر الله أو عصت شرع الله فالله عز وجل ينزل المصائب والبلايا على الإنسان بمقدار بعده عن دين الله. لذلك قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيقا، هم وغم ومصائب وبلايا، كل ذلك لأنك ابتعدت عن الله، ابتعدت عن طريق الله. إذا بترجع إلى الله أمورك كلها تبصير ميسرة، تتيسر الأمور وتقضى الحوائج وبتصير عند الناس لك كرامتك ومكانتك. أما إذا كان الإنسان أضاع دين الله، أضاع شرع الله، أضاع التقرب إلى الله، نسي الله، انشغل بالدنيا فنسي الله، نسي الصلاة، نسي التقرب إلى الله، فالله عز وجل ينزل عليه المصائب والبلايا ليذكره بأنك ابتعدت عني وتركتني. فإذا تركتني فالحياة كلها حياة المصائب والبلايا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أما إذا تقربت إلى الله فالله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وقال: نسوا الله فنسيهم، بعدين أنساهم أنفسهم. بنساك وبنسيك حالك، ما عاد تعرف حياتك كرامتها من إهانتها. فالإسلام الدين الذي جعل للإنسان حياة السعادة. ممكن واحد يقول احنا ما لنا شايفين المسلمين سعداء، بقدر ما تبتعد عن الله تبتعد عنك السعادة. السعادة مرتبطة بالتقرب إلى الله، كلما زاد قربك إلى الله زادت سعادتك، وكلما ابتعدت عن الله ابتعدت عنك السعادة. الدنيا أخواني ملك لله، ملك لله، كلما تقربت إلى الله أعطاك من ملكه ولا ينقص من ملكه شيء. لكن لما بتبتعد عن الله بترد عند غيره، بتفكر أنه عند فلان الفرج وعند فلان المال وعند فلان قضاء الحوائج، بيقول لك روح خذها من عنده، روح خذها من عند فلان، تروح لعنده لكن ما بيحسن يكفي حاله، شلون بده يكفيك؟ ولا بيحسن يدفع الضر عن نفسه، شلون بده يدفع الضر عنك؟ فأخواني لذلك لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. بدك ترجع إلى الله في أولتك وآخرتك، رجوعك إلى الله. ما بترجع إلى الله حياتك بدك تلاقيها كلها حياة قسوة وحياة هم، حياة غم، حياة مصائب، كل ليش؟ سببها بعدك عن الله. لجيب لكم مثال قريب للذهن، لأنه الإنسان في الحياة بيظن أنه هو على خير. بمقدار ما تبتعد عن الماء بتعطش، صح؟ في جبينك وبينها 10 متر، بمقدار ما تبعد عنها بيزيد عطشك،
بعدت 100 متر زاد العطش، بعدت كيلو متر زاد عطشك أكثر وأكثر. فالماء حياة، بتقرب إلها بتنتعش، بتبعد عنها تعطش، ثم نهاية العطش همتك بدك ترتخي وقوتك بدك ترتخي، بدك تبرك، وإذا بركت معناتها الموت. فقرب على الماء تنتعش دائما. إذا كانت الماء حياة وهي خلق من خلق الله، فإذا تقربت إلى الله الخالق العظيم تكون لك الحياة أكمل وأسعد وأرحم وألطف، تعيش فيها حياة الرفاهية.